دكتور ثابت، يعني شوط اول تاخر فيه النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف، لكن شوط اول قوي من الفريقين الاهلي وانبي. طبعا شوط اول قوي، بس انا شايف في معدل اعمار في فرقه انبي مش طبيعيه، مستحيل يكون في 3 4 لعيبه دول 16 سنه. يعني الناس اللي بتتفرج تشوف رقم 77 ده عبد العزيز ابراهيم، ده مستحيل يكون عنده 16 سنه. عمر حسام رقم 23 اللي صانع الجونين ده، ده مستحيل برضه يبقى مواليد 2000، ده عنده يعني استحالة يلعب في مسابقة يعني 16 سنة. يعني ازاي يعني. وانس رشدي، وهم اصلا كانوا موجودين في الاشاعات اللي طلعتها في منتخب مصر. المنتخب، منتخب مصر، ان كان في 3، عبد الرحمن احمد اللي هو بيلعب رقم 8 عندهم، وعبد العزيز ابراهيم المهاجم، وانس رشدي. ففي معدل اعمار مش طبيعي، والسنه اللي فاتت برضه هم علشان الناس جايبين تكون عارفة بس موضوع التسنين، ان ممكن الولد يتولد ويتساب مثلا 5 6 سنين وبعد كده اهله يأيدوه كأنه لسه مولود حالا. هو ده موضوع التسنين يعني. الفرقه دي جايبه 98 نقطه، فرقه انبي السنه اللي فاتت من 102 نقطه، والسنه دي فرقه زد كسبانه. يعني بص حضرتك اللعيب ده، ارجع معلش يعني ارجع للقطه، القوه الجسمانيه ارجع لو رجع بص رقم 23 ده اللي حقيقة. صانع الجونين ده، ده يعني في لعيبه يعني مثلا فرقه زد قبل الماتش ده، زد كانت بتلعب انبي، زد كانت كسبانه فاركو 6-1، بص على النتائج، زد كسبت فاركو 6-1، كسبت وادي دجله في دجله 5-2، كسبت سموحه 4-0، بعد كده لعبت انبي، في انبي انبي كسب زد 3-0. وقف قدام المارد. يعني فاهم، فانت بتتكلم ان في، لا في لازم وقفه من اتحاد الكوره في الموضوع ده. تمام. ان في فرقه في انبي مواليد 2000، رغم ان بس انا عايز اتكلم على الاهلي بس، في فرقه انبي معدل اعمارها مش طبيعي، واللي قال كده كمان منتخب مصر والاشاعات اللي بانت. تمام. النادي الاهلي انا شايف فيه لعيبه موهوبه، حمزه عبد الكريم ده مهاجم هايل. كل اصلا لعب كابتن حسن محمد ان هو بيطلع الكوره، هو النهارده بيلعب بثلاثه ليه؟ لان هو عارف ان في سرعات في فرقه انبي، وعارف ان في معدل اعمار كبير شويه، فبالتالي حط لهم ثلاثه ورا، معتمد على التمريرات الطوليه من ورا لحمزه عبد الكريم المهاجم المميز على مستوى تحضير الهجمه. واعد ومستقبل. وفي عبد الرحمن رامي اللي معاه الكوره ده موهبه بصراحه، لعيب جريء وعنده شخصيه النادي الاهلي. بلال عطيه انا شايف ان لازم الشوط الثاني يخش لجوه قلب الملعب. انت كده الكابتن حسن بيلعبه، بس لازم تحول طريقه اللعب بسرعه ل 4-3-3، وتدخل بلال عطيه لقلب الملعب بالزبط. وتنزل وينج زي اللي هو اسمه شبري شندي اللي هو الاشول، يعني لعيب اشول، ممكن بالزبط. تحطه ناحيه اليمين بالزبط. وتدخل نعمل بلال عطيه لجوه. قلب الملعب على طول. النادي الاهلي رغم ان في معدل اعمار مش طبيعي في انبي، لان النادي الاهلي عامل شوط اول كويس وبيجاري الاعمار دي.